اوكي، وبعد ما جربنا الاودي الار 10 الار 8 في 10 بلس، يلا بينا بقى نروح نجرب الاموره دي، اللامبورجيني هوراكان ال بي 6 10 4. اوكي، ده الشكل الجميل بتاع اللامبورجيني. نشغل على طول التكييف. طبعا الزرار ده عامل زي الفايتر جيتس. قال التكييف بقى، ده ألذ زرار في العربية كلها، استرادا، سبورت، كورسا. كورسا اللي هو زي ما قلت لكم قبل كده، ده التراك مود او الريس مود. حتى سمعتوا صوت الموتور عالي شوية لما غير للاسترادا، يقوم الار بي ام نازل والموتور يهدى شوية. عليه تاني، يعلى تاني. وبقى كل حاجة في العربية بقى بتجهز نفسها لللونش، اللونش كنترول والثراست مود والاول وي درايف سيستم بيجهز نفسه، الفتيس بيجهز نفسه، الموتور بيجهز نفسه، بيبقى ماتش مور سبونتينيس وسريع جدا في النقلات والحاجات دي كلها. في كل دي تجهيزات، اول ما ادوس على الكورسا مود، زرار الكورسا، كل ده بيبتدي. زي ما قلت لكم، زي ما انتم شايفين، مفيش اماكن كتيره احط فيها احط فيها الموبايلات والحاجات دي. فيه هنا حاجات، يعني الباب فيه دوبك حتة صغيرة كده احط فيها النظارة الشمس ويمكن الموبايل. دي هنا تحت دي الطفاية، مش عارف مكانها الصراحة. يعني هي طفاية لذيذة طبعا، يعني بس يعني هطفي فيها ازاي هنا؟ يعني موضوع صعب جدا الصراحة يعني. بس طبعا موضوع الموبايلات اللي انا كلمتكم عليه قبل كده، طبعا ده المكان اللي انا بحط فيه المفتاح، بس المفتاح اساسا ما بياخدش، يعني هو يا دوبك كده تحط فيه المفتاح. طيب وبعدين؟ ولما احط السلك بتاع الموبايل مش هينفع برضه، يعني بصراحه مش لذيذه يعني. اتس مور بيرفورمانس اورينتد اكتر منها اي حاجه. في هنا مكان صغير كده احط فيه شنطه كده ولا حاجه، بس طبعا اتس نوت انف يعني. وكوبايه ميه طبعا. الموتور اللي ورا ده تمام. اوكي، اول رايت هنا الكاب هولدرز لو حد بيسال عليها، يعني غريبه جدا ان هي كاب هولدر واحده ولا في اتنين، انا مش عارف يعني. لا بتقلي واحده بس، يعني في حد هيتخانق، او يمكن البتاع اللي تحت دي كاب هولدر. بهزر طبعا. يعني هنا الزراير بتاعه النور والحاجات دي كلها، البادلز اللي هي ثابته اللي انا كنت بقول لكم في فيديو قبل كده، في فيديو الاس 3، ان هي ثابته في اللامبورجيني، مش بتتحرك زي في الاودي الاس 3. اوكي، زرار الاي اس سي المفروض دايما نسيبه شغال، ده الستارت ستوب اوتوماتيك اللي هو بيطفي العربيه لما بيطفي الموتور، لما ما بحتاج، لما بوقف الاشاره. نافيجيشن سيستم، راديو، مالتي ميديا، كل حاجه. ده لو عايز ارجع الريفرس كده، ده البي باركينج، ام فور مانيوال، ودي طبعا فرامل اليد. اوكي، يبقى احنا كده شرحت لكم العربيه سريعا. عجبني قوي الكرسي على فكره، كرسي شكله شيك جدا الصراحه، يعني حاجه حلوه يعني. طيب اوكي، احنا كده وصلنا او يعني خلصنا الانترودكشن بتاعت الانتيرير. يلا بينا نطلع نجرب العربيه اون ذا تراك، او مش اون ذا تراك، على الشارع. سلام مؤقت، بيع فاصل صغير وهرجع لكم على طول تاني.